السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كيف حالكم شباب؟ ان شاء الله بخير. معكم حسن اسعد من قناة دي جيمر زي. طبعا جايب كل يوم تشكيلة اسبانية في الدوري الاسباني زي ما انتم شايفينها قدامكم. نبدأ بحراسة المرمى اللي هو مارك اندري تير شتيغن، شريته ب 3500، بس الحين صار سعره ارخص، صار تقريبا يعني اعتقد صار سعره 2500 زي كذا. الحارس هذا جدا جدا خرافي، لعب في 82 مباراة صراحة يعني جدا قوي بالنسبة لي، سجلت 11 هدف. طبعا زي ما انتم ملاحظين كلها بلنتيات، عشان انا كذا لما اكون فايز تجيني بلنتي اشوطه بالحارس. زي ما انتم شايفين طاقاته 85 83 82 81، شيء جدا خرافي. نجي لقلوب الدفاع، عندنا اول قلب دفاع اللي هو ادريان سانتوس. هذا اللاعب صراحة جدا قوي، عند الدفاع 84، الدفاع 84 لحاله شيء جدا قوي، بس اللي يعيبه شوية اللي هي السرعة 55، ولكن يمسك لك اللاعب بشكل غير طبيعي. لعبت في 3 مباريات، سعره 700 كوين. نجي لك قلب الدفاع الثاني اللي هو سافيتش، برضو الدفاع 84، ولكن يميز شوية اللي هو السرعة، سرعته 67 زيادة عن اللاعب اللي قبله، سعره 800 كوين والفيزيائي 76، شيء جدا خرافي. نجي للليفت باك، زميل اللي هو سافيتش الفريق اللي هو سكيرا. سكيرا صار 750 كون، لاعب يعني كويس، حتى انا لعبت فيه 3 مباريات ما سجل ولا هدف، ولكنه يعني يعني دفاع عنده ميديوم ولكن كويس، والاتاك عنده هاي، يطلع في الهجوم تلاقيه دائما يعني هو واللاعب هذا اللي هو فيتولو يطلع في نفس الوقت، تلاقيهم جنب بعض، هذا الشيء اللي يميزه. السرعه 79، الدريبل 80، والفيزيائيه 77، شيء جدا كويس. نجي للرايت باك اللي هو كوكي، هذا اللاعب سعره 700 كوين، لقيته يعني افضل لاعب بهذا السعر في الدوري الاسباني، سعره 700 كوين. كنت اقدر اجيب كرفخال بس قلت خليني اجيب هذا اللاعب اجربه، وعنده السرعه 77، لعبت فيه 3 مباريات، والدفاع 79، الدفاع عنده جدا كويس بالنسبه لي. ار بي نجي هنا للاعب بانجورا، هذا اللاعب صراحة لسه ما لعبت فيه ولا مباراة، لعبت أنا بالتشكيلة الإسبانية ولكن كنت حاطط هذا اللاعب اللي هو ديلوفو، هذا لاعب جدا خرافي عندي في التشكيلة الإنجليزية، ولكن قلت خليني أجرب اللي هو بانجورا عشان تكون التشكيلة كلها إسبانية. عنده سرعة 92، دريبل 84، غير كذا أشياء ما تميزه، يعني زي ديلوفو اجري اجري وعدي من اللاعبين وارفع، سعره 700 كون، شيء جدا كويس بالنسبة للسرعة والدربل اللي عنده. نيجي للالم، الالم فيتولو كان عندي هو من اول، سعره 700 كوين، هذا اللاعب جدا خرافي، السرعة 80، الدربل 82، والمناولة 80، لعبت في 44 مباراة، سجل 9 اهداف، هذا اللاعب جدا قوي، لا سجل اسف 7 اهداف وتسعة اسيست. نجي للقلوب، هنا عندي اللي هو لاعب بنات سعره 700 كوين، اللي عيبه اللي هو البطء، سرعة 66 ولكن عليه مناولات جدا خرافية، المناولات 84، لعبت في 3 مباريات، سجل لي 2 اسيست، هذا اللاعب جدا اسطوري، سعره 700 كوين. ونزل هذا اللاعب صراحة مع انه جدا رخيص حتى تقدر تجيبون 350 كوين، ولكن اقسم بالله هذا اللاعب جدا اسطوري بالنسبة لي، سيبكم من الطاقات اللي عنده، هذا اللاعب جدا اسطوري، لعبت في 72 مباراة، 13 صنعة و 8 اهداف، شيء جدا اسطوري. نجي للمهاجمين، المهاجمين الصراحة عندك اللي هو ايموبيل، ايموبيل لاعب جدا 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 اسطورة، صحيح انه السرعة 74 مو ذاك السرعة، والشوت 81 ولكنه في الشوت مر قوي، لعبت 52 مباراة، 51 هدف، 18 اسيست، عنده 4 نجوم قدم ضعيفة و3 نجوم مهارات. عندكم هذا اللاعب يعني غني عن التعريف، لعبت في 41 مباراة، 40 هدف، 28 صنعة، اللاعب نجريدو، اللاعب نجريدو عنده برضه شوت 81 والفيزيائية 83، اللي يميز شوية هو الفيزيائية، يعني قد ما يدخل المدافع عليك يبغى قوي، عنده 3 نجوم قدم ضعيفة و3 نجوم مهارات. فهذه هي التشكيلة، سعرها تقريبا حوالي خلينا نقول 10000 كوين لو تحسب ترشتيجن، يعني ما ادري كم سعره ترشتيجن، ولكن سعره بين 10000 و 12000 كوين. التشكيلة هذه جدا قوية حسب ما انا جربتها، ولكن هذا اللاعب لسه ما جربته، اعتقد انه حيكون لاعب جدا اسطوري، عشان حلعب في مباراة اللي هو الحلقة الجاية، حتكون مباراة بهذه التشكيلة ضد تشكيلة الاسبوع اللي فيها رويس، اللي فيها نيمار، فيها لعيبة جدا اقوياء.
فأتمنى التشكيلة تكون عجبتكم والحلقة تكون عجبتكم. لا تحرمون من زر لايك وتشير مقطع في كل مكان. كان معكم حسن أسد من قناة جيمرزي. مع السلامة.